كيفية تنظيف ضوء السيارة من الداخل. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح كيفية تنظيف ضوء السيارة من الداخل. أعزائي، الأمر كالتالي: نحرك المغناطيس على الغطاء باتجاهات مختلفة، عندها سنرى أن العصا ستتحرك من الداخل تلقائيا، وعندها سوف تقوم بالتالي: ستقوم قطعة القماش المتحركة بفعل قوة الجذب المغناطيسي بتنظيف أي أوساخ أو أي أبخرة عالقة داخل المصباح. نستمر في التحريك يمينا ويسارا، أعلى وأسفل، حتى ننتهي من تنظيف كامل الغطاء البلاستيكي للأضواء والكشفات. أعزائي وأحبائي بالله، ألقاكم في حلقة أخرى وجديدة، وإلى اللقاء.